نحن الشباب لنا الغدو، مفاهيم كنا عبيد لها سابقا بالنسبة للشباب، وكنا مؤمنين فيها إيمانا تام، ولكن الحمد لله نحن ما صرنا عبيد لهذه المفاهيم. في الأشياء الإيجابية الحلوة اللي صارت في شباب الخليج الحين، تغيرت أمور كثيرة، تبدل فكرة في أشياء كانت بالنسبة له كخوع، صارت الحين بالعكس شيء شرف، وهو هذا الصح. البحرين يمكن كانت هي السباقة في ذي الموضوع، في تغيير فكر الشباب انهم يشتغلون كل شيء، ولكن هي سباقة، ولكن يا دول الخليج بعدين تسارعت في هذه الأمور. الشاب الحين صار عادي يشتغل أي شيء، ما عنده أي مشكلة، حتى لو كان عنده شهادات الدنيا ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة يروح يأجر له بوث، بوث دا دي زين، ومال المدارس اللي دا زين، بوث في أدنات إيفنت ولا ذي، يبيع له همبرجر، يبيع له كاب كيك، يبيع له كذا، شوي شوي الله يوافقه تفتح هذه أزيد، ما عنده مشكلة. إحنا من زمان ما عندنا مشكلة إنه يشتغل سائق، حتى لو كان عنده ذي، لكن يتميز في شغله. حتى أنا أتذكر أحد التكاسي عندنا في البحرين، شاب صغير تميز بتكسي ماله، سواء لكجري يعني، ما بيقول هذه، وقيس على ذلك أمور كثيرة. ما تلاحظون إن الفكرة راح تتغير؟ قبل مستحيل تفكر إنك خوع يا بفيت، يعني كلهم ما شاء الله يعني مال مدينة، مستحيل يشتغل مطلبات. يا حبيبي أنا يعني الله يهداك، الله يهداك، كلكم تبوا تعيشوا من طبقة واحدة، ما يصير. قبل مستحيل تفكر إنه واحد يقول لك شنو طلب مالك أخوي، مستحيل. الحين عادي، صح لو لا؟ الحين تشوفون شباب عندهم في محلات همبرجا، في محلات ذي، يطلع لك بحريني. أنت في قرارة نفسك، مو بس الشاب اللي تغير ذي، شو اللي خلى الشاب يغير ذي؟ لأن المجتمع غير ذي، تقبل هذا الشيء، وبالعكس صار العكس. قام يفرح لما يشوف، يقولون لا حتى لو الأكل مو بشيء، بس لأن اللي في المطبخ بحريني يا أخي عليه برجر ومالح، عليه برجر شيء مو طبيعي. ليش؟ أنا في هذه مالت البحرينية ذي اللي داخل صغيرة قاعدة كذي تسوي هاللون، إنزين يقول له واحد ثاني يقول له لا من صدقك أنت البرجر ماله مو بذاك الزول، لا بقول لك أنت مو بالزول، والله حد عجيب. هذه المجتمعي تغير وصار الأفضل، أن هذه اللي المفترض يصير. وبالعكس مو بشرط أنت درست عربي لازم تروح تصير مدرس عربي، مو بشرط أنت درست هندسة لازم تصير مهندسين، معناته الديرة هني ما حد بيشتغل تحت، لكن اللي تحت الحين عندهم بزنس وعندهم فلوس، هم اللي ضعفها اللهم لا حسد، أزيد من ذيلا اللي تقول لي يروح مني ولا لي يروح مني، عدل لو لا يشتغلوا في 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 أدنات الدون. بس في شغلة صغيرة بوقت ما نأسف في سلطة والت، بس في شغلة صغيرة الحين، مثلا أبو علي فكر بيسوي كاب كيك مثلا، زين معنا كلش مو طايح، لكن مثلا سوى مثلا كاب كيك على كريمة في توت. ليش يم أبو علي مليون محل يبيع نفس الكاب كيك ونفس الكريم ونفس التوت؟ شل حقد؟ ليش؟ أنا خاطر أفتح محل دفاف، لازم يمي 20 محل دفة، ليش زين؟ أو أتذكر في منطقة بعد جدالي، أنا خبر ما أدري ما طلعت من الصندوق الظاهر، بعد جدالي أتذكر فتح محلين تلفونين موبايل، محل بداية الشارع، محل نص الشارع، 5 شهور اللي سلمك، الشارع كله تلفونات ويم بعض، الفيل الصغير والفيل الكبير واللي مع حوت المادري شنو، ليش؟ طلع لك بشيء جديد وغير فكرك ما أنت ذي، وفنتك على كيفك الله يهداك. الحين بس ما في الا الكب كيك، ما ادري الكب كيك مريم. الحين طبعا احنا ما نمثل، قاعد من صدق قاعد تحكي انت، كان عندك مشاركه بوث معين تسوون اكل، مو شنو كنت تسوي؟ اي محل السندويتشات قصدك؟ اي هاي جريك ساندويتشز. انزل شوف حتى كريك ساندويتشز، الشاورما اذا ما يلدهن لهني ما ينفع. زين ويا فتا تشيز بعد، ويا فتا تشيز. زين انت اي اعلاميه كبيره وحلوه وتجننين، وانت بعد ممثله في نفس الوقت جميله ورائعه، ليش فكرتي ان تفتحين انت واخوك صح؟ بالضبط. انزين ليش فكرتي انكم تاجرون بوث وما شنو وتبيعون حق الناس؟ عادي يعني ما استحيتك؟ لا بالعكس كلش عادي، ليش استحي؟ كلش مو بعيب ولا غلط، واحسن من ان احنا نفتح مكان ويديرونا ناس ثانيين. انزين الحين قبل ما كان كذي، قبل كنت تتوقعين بحريني ياخذ منك طلب ما طلب؟ لا يعني قبل اعتقد قبل انه كان عيب كنا، او انه يعني ليش ما تبي تشتغل في هاي الاشياء، ما اعرف يعني انه برستيج يا زعم كذي. يعني انت ما شاء الله يعني انت بخير وبيزاتك وايد يا مال ضعفها. انزين فوقفتي مو بعشان البيزات اكيد؟ لا اكيد مو بعشان البيزات. ليش سويتي يلا؟ بس ان يعني ساعات الواحد يبي يسوي شيء مختلف، شيء جديد يغير،
ينزل بضاعة غير مختلفة عن البضاعة اللي دائماً أشياء هيلثي، تعبنا من الأشياء اللي كلها دهن كلها ذي، على الأقل نغير شوي في الكونسبت مال الأكل مال الناس. شفت أخوك أنا بعد مياول المشاوي ما أدري شنو وذي نزل. طبعاً ما سويتوا نفس غيركم، يعني نفس اللي مثلاً فيصل إذا فتح له محل تفوف يا ما بيفتح له مليون محل نفس الشيء. ما سويت لازم غير. إيه غير. إنزين أنا بعد رحت أكثر من إيفنت وشفت كل شباب صغار عندهم اختراعات، حتى على القهوة ذي الفني، القهوة اللي قهوة العربية بعد طلعوا عليها فانتك. صح. للأمانة وجد حق برنامجنا صار فيه خير، فيه بيزات. فيها بيزات أكيد، فيها بيزات. إنزين أنا الحين توهكت وعندي شهادة ماستر وما أدري شنو ذي وما عندي شغل، ما اشتغلت فيها شيء لو أنا سويت هالشيء؟ أكيد ما فيها شيء، لأن الحين صارت الشهادة مو هي الأساس حق العمل. ياك انت طبعا مشهوره، ياك احد طالعت شي باستغراب مريم وكمال واقفين في المطبخ ولا يصورون بعد شي وانت قاعد تسوي لهم سنابشات؟ عادي، كلش عادي، بالعكس كلش عادي. اذا احنا نسوي كذي معناته ان الناس بعد الباقيه لما يشوفون ان غيرهم يسوون بعد بيتشجعون انهم يسوون نفس العمل، ليش لا؟ والله شكلي بسوي يا اخي، انت بتنجح والله. عصيده ها؟ مش بسوي، لا بسوي عصيد صغار على كب كيك، على يعني انا ما عليك كل حكي على الفاضي، يعني ما عندك وقت؟ ما عندي وقت. حلون البحرين يفتح له بوث، حلون البحرين يفتح له محل هو يطبخ فيه مطعم، في شباب الكويت في يسوون شاورما وكذا وذي، لكن مو كنا بعافكم السعر لان بحرين كنا وايد زياده باوفر. هو تشوف هو يمكن السعر غالي انا اتفق وياك، بس احنا ناخذ المنتجات مالتنا كلها من اغلى السوبر ماركتس اللي في البحرين، ما ناخذها من اي براده عاديه، احنا دائما ناخذ من يعني الاشياء الفريش اللي ما فيها كيميكلز. لا تسوي لي سالفه الخبز جبن بدينارين؟ لا عاد هذه اوفر، هذه اوفر. اي يعني لا هاي ما يصير. ولد بعد تقولين اللي والله اللي ما ياكل هذه ترى ما يعرف ياكل هاي؟ لا ما تقولين لهم لا كلش، وكل واحد أكلي يعني ما يعرف. بالعكس احنا اسعارنا هذا هي يعني عادية، انا اعتبرها مو بلي وايد غالية، واللي يبي حياه الله واللي ما يبي بعد كيف. بس ما اقول اللي ما اللي ما ياكل من عندنا يعني ما يفهم، او اللي انا مو فاتحتها حقكم انتم يا الفقارة. ما تقولين كذي؟ لا طبعا لا اكيد لا، عيب اكيد عيب. لك العافية مريم موفقة. الله يحفظك، شكرا. فتحوا لكم شيء انتم بدل هالواقفه كل واحد ورا اضاءه ورا ما ادري شنو، نسوي لكم شيء. مشكله ما عندكم وقت، كل اوفر تايم تبون. الشباب محتاجين دعم في هذه المشاريع، دعم مو بس من الحكومات والمؤسسات، احنا بعد لازم ندعمهم. انا بالنسبه لي والله لو المنتج شنو يطلع، لكن دامه خليجي او بحريني راح ادعمه واشتريه. البداية الصعبة اللي كانت صعبة اللي هو تغيير فكر المجتمع صارت وانتهى الموضوع، والمجتمع بالعكس مستانس حق هذه الشغلة، ولازم نشوف طريق الرزق في أماكن ثانية. مو شرط ان انا اقفل مخي ان طريق رزقي لازم يكون عن طريق وظيفة حكومية، لازم اتوظف في الحكومة، اذا ما توظفت في الحكومة انا بيوع ما بحصل شغل. تقدر تبتدي في اي شيء في اي مكان. بتقول لي لا ما يعطونا فرصة، ما يعطونا، لا انت بتنتزع الفرصة وسوها لروحك وشهادتك، مو بنفس الناس اللي طلعون في السوشيال ميديا. للأسف الشديد ناس طلعوا يقول لك شوفه، ولا ذيك اللي طلعت في السوشيال ميديا شوفه شهادتي وراي سوت لي. انت الحين يعني قاعد تعطين دافع يا بلفيت يا طنطمة. الواحد يدش الجامعة ما عشان الشهادة، الواحد يدش الجامعة عشان يبطل ذي ويبطل مداركه، والشهادة هذه كنتيجة باس انه هو طاف مرحلة من المراحل. انتو حتى الشهادة مو فاهمينها، تبون تعطون شو اسمه نصايح حق الناس، انتو بالذات خالكم بعيد عن الشباب اللي تدمرون نفسياتهم وتعطونهم ايحاء ان التفاهة هي اللي بتوصل لشيء. لا، سولك شيء صنع بيدك كل الديرة توقف وياك، واللي جربوا اسألهم.